ممارسات مختلفة من السادات إلى مبارك إلى المجلس العام المسلحة إلى الرئيس المؤقت عادل منصور ثم رئيس عبد العزيز، ولكني أشهد أن أسوأ تلك الممارسات على الإطلاق هي تلك الممارسات الحالية. ممارسات بيديرها بيدير مشهد مجموعة من القوى لا علم ولا خبرة لهم، وبيجروه بشكل رقيق، الهوى فيه واضح، في وقت ان كل ابناء الامه اجتمعت في 30 يونيو واجتمعت مرتين بعد 30 يونيو، مره في الاستفتاء على الدستور في يناير 2014 ومره في اختيار رئيس الجمهوريه رسميا.